RAS. كالعادة سيد رمزي الحاج صالح الناطق الرسمي باسم إقليم الأمن الوطني بصفاقس يحضر معنا في المباشر. نسلم عليك كما العادة سيد رمزي, صباح الفل. صباح الخير للا وسهلارك طيب, وكالعادة إن شاء الله على جميع المستمعين ديوانا سيم. أمين أمين سيد رمزي. إذن الموضوع اللي وقع تداوله الأيام هذية وتسعة سوايع تقريبا التالي هو الإطاحة بأخطر عصابة قامت بالسطو المسلح على مصنع ذهب بجهة صفاقس. هو على اثر معلومات ومتابعه دقيقه تمكنت اعوان فرقه الشرطه العربيه صفاقس الجنوبيه من اتحام بسرقه هذه لمصنع لتذويب معناتها الذهب هذه في منطقه وادي الشعبوني. العمليه هذه طبعا عندها قرابه شهر, الاولاد يتبعوا في العمليه هذه وتمكنوا من اتاحه من اربع اشخاص, وبعد استشاره النيابه العموميه تمت مداهمة هذا معناتها منزل في معناتها في ولاية مجاورة من مدينة صفاقس, ومعناتها تمكنوا بأنهم يعرفوا الذهب هذا كان معناتها محفرين له بلاصة في جانب المنزل معناتها, واسترجاع المحجوز اللي كان حوالي 3 كيلو و400 وارجعوا معناتها المحجوز هذا ومواصلة الأبحاث معهم لمعناتها حتى الآن مازالت الأبحاث متواصلة لمعرفة التفاصيل ودقيقة في الموضوع هذا. قديش تقريبا القيمة المالية سي رمزي؟ تو احنا قدمنا تو معناتها ماناش احنا خبراء في الأبحاث, قدمنا للجهات المختصة لمعرفة تحديد اي فوالا تحديد الذهب هذا والعيار نتاعو, ونزلنا نستناو في معناتها التفاخير والنتائج نتاعها باش نعرفوا القيمة الذاتية, وتو نعطيوكم معناتها في البداية التفاصيل ان شاء الله النتائج بالتفاصيل نتاعها. الأشخاص الأربعة هذوما من ذوي السوابق العدلية؟ لا هم مش من ذوي السوابق العدلية, لكن كانوا يشتغلوا في الأربعة هما كانوا يشتغلوا في المحل هذا. معناتها ماهمش معناتها كانوا يشتغلوا يعني كان تخطيط حسب ما يعرفوا هما في المصنع شنو فيه والمداخل نتاعو شنية, وعندهم التفاصيل الكاملة على المكان معناها. اي عندهم تفاصيل كاملة وخذوا وشريوا اللي كاكول وشريوا اللي كوندويت وحفروا معناتها في اقل من عقلهم, وتم معناتها حتى الديفير نتاع الكاميرا نتاع السيرفيونس تم اخذها. معناتها كانت خطه كامله, لكن الفطنه نتاع ولادنا في الشرطه العربيه الجنوبيه تمكنوا باش يعرفوا التفاصيل او ادق التفاصيل في الموضوع هذا. حسب الخبر اللي كما قلنا لقيناه في الصفحه الرسميه نتاع الشرطه العدليه بصفاقس الجنوبيه, هو سطو مسلح يعني كانت عنده مسلحه شنو النوعيه اللي كانت شنو كان؟ كانت عندهم سواطر باش كسروا الحيط وعندهم اسلحه بيضاء, هما اللي استعملوا معناتها الاسلحه البيضاء هذيا باش ينجموا معناتها يكسروا برشا حوايج ومعناتها يستعملوها في صورة ما تم تصدي للموضوع هذا. يعني سطو كان بالليل مش وقت العمل؟ لا مش وقت العمل بالليل, ومعناتها في راحه من بالهم كيما اعترفوا, لكن ما احنا بالنسبه لنا احنا اولادنا في اداره التخريج في صفه عامه راهو اللي يقوم بجريمه تتو تارا وتبيش تشد لازم يخلي الاثر المجرم والحمد لله معناها. والله بالحق كل يوم نسمع غريبه سي رمزي, معناها قديش وليت العمليات هذه يستسهلوها برشا ناس, معناها قديش وليوا مانيش عارفه انا, ربما حسابات ضيقه بينهم وبين صاحب المعمل, ربما مانيش عارفه, انتم اكيد تعرفوا الاسباب اكثر والابحاث مش تبينها اكثر, ولكن الحمد لله انه ثم الحزم نتاع السلطه الامنيه واسترجاع الكميه الكبيره اكثر من 3 كيلوغرامات من الذهب لصاحب المعمل تمثل له يعني رأس المال تقريبا كله معناها. فتحية شكر وتقدير لكل رجال الأمن على العمل الكبير هذا, وأكيد إن شاء الله إذا ثم جديد حضورك معنا ديما تعطينا كل تفاصيل وكل ما حيثيات العملية هذه. إذا كما كنا نحكي والإطاحة بأخطر عصابة قامت بالسطو المسلح على مصنع ذهب بجهة صفاقس, أربعة من الأشخاص القيمة تقريبا متاع المسروق أكثر من 3 كيلوغرامات, أربعة أشخاص كانوا يعملوا في المعمل ليسوا من ذوي السوابق العدلية, وأكيد التفاصيل وأكثر معلومات نأخذها منكم في الأيام القليلة القادمة. شكرا لك سي رمزي, يعطيك الصحة إن شاء الله.